أين مطالب فيها الفيصلي بالانتصارات والنقاط والابتعاد عن شبح الهبوط. الهدف الرئيسي هو البقاء، وكرة ممتازة، كرة ممتازة، وهذا الهدف لا يحجب الأمل، لا يحجب الطموح اللي كان أمامك في الصورة. الدفاع موجود عن طريق الخوخي بوعلام، ترجع الكرة للفريق الفيصلاوي، كرة ممتازة والفيصلي يدخل في المواجهة، يتسرح ويتحرر، عرضية وجول، هدف التعادل، هدف التعادل من مارتين. هشام يحاول، هشام يستعد، ضربة حرة، كرة ثابتة لمصلحة عنابي زدير، يحاول عنابي زدير مع الدقائق الأولى، هشام يلعبها قوية. صاروخ 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 صاروخ، هشام فايد، قوية جدا، لا تصد ولا ترد. سيلفا لتفيد، يرسلها القائم الأول، راسية، أوجول أوجول، هشام فايد يعطي. إنه رومان، عادت إلى الكعب في الجهة اليمنى، وصلت إلى وليد، والعرضية وليد إلى الآن، هشام تصويب، الله.